ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذوقكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والبرايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأنه فيكم ب 3 ملايين جنيه دية شرعية تنهي خلاف أحمد فتوح وأسرة ضحية حادث السير. تواصل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع أهالي ضحية حادث السير لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه من أجل تنازل أسرة المتوفي عن القضية المرفوعة ضد اللاعب. وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة ستكون خلال 5 أيام تم الاتفاق عليها بين أحمد فتوح وأهالي ضحية حادث السير، وسيتم وضع الرتوش النهائية فيها للتنازل عن القضية. وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد وسكرتير المحكمة حسن عمر قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك ليلة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي 50,000 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم ب 3 ملايين جنيه دية شرعية تنهي خلاف أحمد فتوح وأسرة ضحية حادث السير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.